الخطوات القادمة لن تكون ناعمة تجاه سد النهضة، تصريح خطير من مسؤول مصري سابق. ووزير النقل المصري يفجر مفاجأة عن مشروعات عملاقة ستيسر على المواطنين. وبيان هام من رئيس وزراء السودان عن سد النهضة وعاجل بطل واقعة فيديو قطار أشموم طنطا. مثير للجدل يتحدث عن أسعد يوم في حياته. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. ووزير النقل المصري يفجر مفاجأة عن مشروعات عملاقة ستيسر على المواطنين. قال وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير إن الدولة المصرية بتشهد مشروعات طرق وجسور وقطار سريع وتبطين ترع تنفذ بشكل رائع، أكد أنها مشروعات عملاقة. وأضاف في مداخلة مع فضائية NBC مصر أن مشروعات النقل ستحقق لمصر نقلة رائعة، وقال مصر ستكون قد الدنيا كما يتمنى الرئيس السيسي. وصرح بأن المحاور والطرق يعاد تجديدها من أجل تسهيل حركة المواطنين في كل ربوع مصر. أكد أنه سيتم العمل على إزالة التعديات على حرم السكك الحديدية على مسافة 10,000 كيلومتر، خاصة خط سكك حديد القاهرة حلوان. وطالب بسرعة إزالة كافة التعديات على حرم السكة الحديد بخط العباسية حلوان، خاصة وأن هذه التعديات تتسبب في وقوع الحوادث وتعرض حياة المواطنين للخطر. وذكر موقع صدى البلد المصري أن وزير النقل وأثناء جولة لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع يتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر، لاحظ قيام إحدى سيارات النقل بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة التي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر. وصادف مرور السيارة قدوم أحد جرارات السكة الحديد من حلوان إلى العباسية، مما كاد أن يتسبب في كارثة محققة لولا تمكن قائد الجرار من إيقافه قبل الاصطدام بالعربة. وزير النقل قام بالتحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة القطارات. أشار إلى أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث. وناشدت وزارة النقل المواطنين اتباع التعليمات المرورية وعدم السير على قضبان السكة الحديد وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد، لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين. المصدر معنا كان من برنامج الحكاية المذاع على فضائيات NBC مصر، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. والخطوات القادمة لن تكون ناعمة تجاه سد النهضة، تصريح خطير من مسؤول مصري سابق. أكد مستشار وزير الري المصري السابق ضياء الدين القوصي أن مصر تواجه تعنتا كبيرا من الجانب الإثيوبي الذي يرفض كل الحلول المطروحة لفض أزمة سد النهضة. وقال إن المرحلة القادمة ستشهد خشونة في التعامل من مصر تجاه هذا الملف الهام. وأضاف الجانب الإثيوبي ظن أنه فاز في إحدى الجولات، لكن الأمر لم ينتهي بعد، فلن تكون مصر تريد الحصول على قرار من مجلس الأمن. أشار إلى أن إثيوبيا كشفت عن نواياها أمام العالم ومماطلتها في الحل يؤكد ذلك، وتابع رفض إثيوبيا التوقيع على أي اتفاقية والملء الثاني للسد وضعها في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن نقل المفاوضات إلى الاتحاد الإفريقي أمر جيد، أكد على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم لجميع الأطراف. مصدر معانا كان من RT، بترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. واضح أن خطوة مصر في مجلس الأمن كانت الخطوة الدبلوماسية الأخيرة. أعتقد أن هيبقى فيه يعني تعامل قوي من مصر في قضية سد النهضة. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر.
الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر مع أنا وبيان هام من رئيس وزراء السودان عن سد النهضة. أكد رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك أن عرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن الدولي لا يعني التخلي عن الدور الإفريقي، بل يعد ذلك تعظيما للدعم الدولي للحل. رئيس وزراء السودان التقى مع الرئيس الإيفويري الحسن وتارا، وذلك على هامش مشاركته في القمة المصغرة المنعقدة في كوتيفوار لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية لدعم تجديد موارد الوكالة الدولية للتنمية. مجلس وزراء السودان ذكر في بيان صحفي أن الرئيس الحسن وتارا تقدم في بداية اللقاء بالشكر الجزيل للدكتور حمدوك والشعب السوداني لقبول الدعوة للمشاركة في الاجتماع، أشاد بالتطور الكبير الذي حدث في السودان في مجال الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالسودان إلى جانب الاستقرار السياسي وعودة السودان لمجتمع التنمية الدولي وخروجه من العزلة التي أقعدته على مدى 3 عقود وحرمته من فرص التنمية. من جانبه أثنى حمدوك على دعم الرئيس الحسن وتارا للسودان معبرا عن أهمية الدعم الإفريقي للسودان في مختلف المجالات وأهمها القضايا الإقليمية الملحة مثل ملف سد النهضة. أكد في الوقت نفسه بأن السودان يتمسك بالحل الإفريقي للقضايا الإفريقية، وفي ذات السياق أكد الرئيس حسن وتارا أنه يتابع ملف سد النهضة عن قرب، معبرا عن دعم دولته للحل الإفريقي وأهمية التوصل لاتفاق مرضي بين الدول الثلاثة من خلال الاتحاد الإفريقي. مصدر معانا كان من سونا هنا نجد للأسف يعني السودان عاوز الحل السلمي، وإثيوبيا طبعا لا تريد الحل السلمي، هي تريد فرض الأمر الواقع، ولكن السودان يعني بشكل غير معلن أعتقد أنه انهزم في هذه القضية. وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل لخبر آخر معانا وعاجل. بطل واقعة فيديو قطار أشمون طنطا المثير للجدل يتحدث عن أسعد يوم في حياته. وجه محمد رشاد صاحب واقعة فيديو قطار منوف رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد قراره حضور احتفالية حياة كريمة، وشكر رشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكريمه خلال مؤتمر حياة كريمة في استاد القاهرة. أكد أن هذا اليوم أسعد يوم في حياته، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أب لكل المصريين. وأضاف صاحب واقعة قطار منوف في أول تصريحات له بعد تكريمه خلال المؤتمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يهتم بجميع المواطنين ومشاكلهم، مؤكدا أن لفتة تكريمه تعد وساما على صدره. وكان فيديو نشرته سيدة مصرية قد أثار الجدل في مصر بعدما التقطت واقعة داخل قطار أشمون طنطا خلال الاعتداء على رجل أمام ابنته الطفلة بسبب التذكرة. وقالت السيدة إنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصوات مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، موضحة أنه فور علمها بأن سبب المشكلة هو غرامة التذكرة أخرجت 50 جنيه لدفعها للكمسري، ولكنه رفض أن تدفع هي الغرامة مطالبا الشخص نفسه بدفعها. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية، أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام. طبعا لفتة جميلة جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني جبر الخواطر ده شيء مهم جدا، وأترك لحضراتكم التعليق. جينا لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم متقلتش عليكم بإذن الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.